ونذهب معكم إلى فقرة المال والعمل والفقرة الاقتصادية لنتابع. بدعم من الكثير من الجهات والممولين، يتواصل برنامج فكرة بالأخذ بيد الشباب المبادرين لإعطائهم فرصة حقيقية لعرض مشاريعهم واحتضانها من خلال إقامة العديد من البرامج التدريبية لهم لمساعدتهم على تنفيذ هذه الأفكار المتميزة. اليوم إن شاء الله لجنة التحكيم راح تختار ال15 مشروع، وال15 مشروع راح يكمل معانا لمدة 6 أشهر. نوفر لهم دورات تدريبية ورش عمل ونساعدهم بإنشاء مشروعهم. نختار مشاريع تفيد المجتمع، تساعد الاقتصاد مو موجودة بالسوق المحلي، فإن شاء الله أن هذا يساهم مع خطة الدولة 2035 للتوجه للعمل الحر. دورنا بالصندوق حقيقة اصطياد بعض الأفكار، نتأكد من مدى جديتها وتطبيقها، لأن مهم جدا غير الفكرة نجاحها واقعيتها للتطبيق، وكذلك إمكانية دراسة الجدوى المالية والتسويقية وحقيقة الإعلامية كذلك والإدارية، وكذلك قدرة المبادر صاحب فكرة والتيم اللي وياه فريق العمل، هل قادرين على إدارة المشروع؟ احنا دائما في الصندوق نسعى إلى وجود فريق عمل عنده قدرة ورغبة لإدارة المشروع، كذلك مع وجود فكرة يعني جيدة، خاصة أن السوق عندنا في الكويت سوق واعدة. شباب مبادر طموح يسعى بروح العزيمة والتنافس والإصرار على تحقيق أحلامه من خلال انخراطه ببرنامج فكرة. حبيت الفكرة أن البرنامج راح تكون عبارة عن دورة تدعمنا وتطور من فكرتنا وتكون معانا إلى النهاية، على أساس نكمل الفكرة ونطبقها على أرض الواقع. من أهم الأشياء يعني في أي فكرة هي دراسة الجدوى، فبرنامج راح يكون برنامج مدته 6 شهور، من خلال هذه 6 شهور راح أنتهي في من البرنامج بإن شاء الله دراسة كاملة متكاملة، ومن خلال هذه الدراسة راح أقدمها للصندوق الوطني وعدد من المستثمرين إن شاء الله. خلق جيلا من رواد الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الغاية المثلى لبرنامج فكرة. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.